القاهرة والناس تقدم لأول مرة في تاريخ برنامج العباقرة المباراة النهائية وديربي محافظة الشرقية، منافسة شرسة على كأس المركز الأول، مدرسة مينيا القمح تشارك لأول مرة وتصل للمباراة النهائية. إجابة صحيحة. ومدرسة السويدي ديار بنجم تقاتل من أجل اللقب. حل المسألة الآتية: 132 على 6 في 8 زائد 26 يساوي كام؟ 202. مبهر. إجابة صحيحة. مبهر. مبهر. المنافسة قوية جدا، سؤال هنا وسؤال هنا، إجابة هنا وإجابة هنا. إجابة صحيحة. الخبرة في مواجهة الطموح. انتظرونا في الحلقة النهائية من الموسم الرابع عشر من عباقرة المدارس مع الروائي عصام يوسف، الجمعة 22 ديسمبر حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة. هذا البرنامج برعاية